استعانوا دستوريه نص الماده الثالثه من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 202 لسنه 2014 في شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال الطباعه على الانتخاب للنظام الفردي والجدول اولا الفردي الملحق به ثالثا الرفض ما عدا ذلك من طلبات. 17 لسنه 37 السيد محمد ابراهيم امين السيد من رساله رئيس الجمهوريه الاخر. حكمت المحكمه عدم قبول الدعوه وبمصادره الكفاءه وانزلت للداعي الوقت الفائت مبلغ 200 جنيه مقابل الحاله. انزلت للداعي المصدر مبلغ 200 جنيه